يعني أولا علينا أن نتذكر ونتحدث بصراحة، منذ عام 1990 عندما العراق دخل الكويت لم تكن أي قمة في بغداد مثل ما ستشهد في يوم 28 من هذا الشهر، وهذا ما استطاعت ربما هذه الحكومة والسلطات الأخرى أن تصنع صناعة النحن بعيدا عن تكديس الأفراد والعصبيات وما كانت في السنوات الماضية، بحيث كل جهة رقابية أو تشريعية أو تنفيذية تعمل على حدة، وبالتالي يفشل وتفشل الدولة عندما لا يكون عمل تضامني تشاركي مثل ما حصل في الرئاسات الثلاث بين السيد الحلبوسي مع السيد برهم صالح مع السيد الكاظمي وحتى رئيس مجلس القضاء الأعلى. ونعول على هذا اللقاء أو هذه القمة أن تكون هناك فعلاً هذه الدول تقدم دعما للعراق في المرحلة المقبلة، العراق كمكانة جغرافية وكمكانة اقتصادية وأمنية هو مهم في المنطقة وكذلك في الشرق الأوسط، وهذا ما حصل في 2014 عندما دخل تنظيم داعش، كيف الدول تخوفت. وبالتالي أنا أتفق معك، هذا انتصار للدبلوماسية العراقية أولا وانتصار للسياسة العراقية، وأنا متفائل أن يكون هناك الأمن أكثر استقرارا لمجيء هؤلاء الرؤساء والملوك إلى بغداد، لكن مع الأسف نتحدث بصراحة كان يتوجب أن تكون خدمات في بغداد أفضل مما كان في السابق، لكن اليوم شاهدنا أمانة مجلس الوزراء بدأت تجعل لجنة لمداخل بغداد التي مع الأسف عبارة عن نفايات، وهذا ما السيد الكاظمي والألف ميل تبدأ بخطوة، وهذا ما بدأت به حكومة السيد مصطفى الكاظمي. طيب، رغبات كثيرة من زعامات وشخصيات سياسية، أيضا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أكد أنه إيران ستغتنم المشاركة في هذا المؤتمر، وأعلن أنه بلاده دوما ما تكون في مقدمة من يبحث على الاستقرار وتؤدي إلى هذه خطوات انفتاح على العالم العربي. هذا الانفتاح الإيراني على الحوار، يعني هل يكون بادرة للدول الأخرى من أجل المجيء إلى طاولة الحوار وتصفير الخلافات؟ أنا لا أستطيع أقول تصفير، وإنما تصغير الخلافات لربما تكون هذه أو تحجيمها. نعم، تكون هذه القمة هي بداية لنوايا صادقة في المرحلة المستقبلية. بالتالي الدول التي الآن ستحضر إلى بغداد هي جربت كل المناكفات والخلافات والاختلافات مع بعضها. الغريب والشيء الجديد في هذه القمة هي تحضر قوة وتحضر دول متقاطعة مع بعضها، مثلا الإمارات مع تركيا خلافات، المملكة العربية السعودية مع تركيا خلافات، مصر مع تركيا، إيران مع السعودية، إيران مع مصر، هذه الدول متقاطعة. ليش أنا أقول لك استطاعت الدبلوماسية العراقية؟ هل نجحت في فتح قنوات تواصل مع هذه الأطراف؟ طبعاً، والدليل على ذلك اليوم كل الدول ترغب للوصول والمجيء إلى بغداد، والأهم من ذلك حتى هيئة الاستثمار الحالية بوجود دكتورة سهل نجار استطاعت أن تستقطب شركات، أن تحاسب الشركات المتلكئة التابعة للأحزاب. بالتالي عندما تأتي الدول في بغداد أنا أقول سيكون استثمارا في المرحلة المقبلة، وهذا الاستثمار هو يصب في مصلحة الشعب العراقي. ونجاح هذه القمة هو ليس نجاح للكاظمي أو نجاح رئيس الجمهورية، نجاح للعراق. نحن نفكر الآن العراقية. ينبغي علينا أن نفكر بالعراق ومصلحة العراق وننشط القطاع الخاص، على الأقل نستقطب العاطلين والخريجين من العمل لزجهم في هذه الشركات التي ترغب بالعمل في المدن العراقية. طيب سيد نجم، كما تعلم خلال عام واحد يعني أصبحت بغداد قبلة لزعماء عرب والعالم مثل العاهل الأردني والرئيس المصري في زيارة منذ 30 عاما تقريبا، البابا فرانسيس أيضا كانت له زيارة. هل هذا هو مؤشر إيجابي على تحفيز بعض رؤساء الدول على أن يكونوا حاضرين في هذه القمة؟ يعني الرئيس الفرنسي سيحضر ورؤساء آخرين سيحضرون، والجديد ستحضر مؤسسات وصحفيين من كل دول العالم. وبالتالي أنا تحدثت التحضيرات على المستوى الأمني جيد، على المستوى الإعلامي جيد، على المستوى حتى الأتيكيت والبروتوكول وكذلك المراسيم في مجلس الوزراء جيد، والقوة السياسية الآن داعمة لهذه القمة وكثير من الإيجابيات. لكن ينبغي علينا المرحلة المقبلة عندما تأتي هذه الشخصيات أن تخرج بمخرجات تصب في مصلحة الشعب، لا تصب بمصلحة هذا الحزب أو هذا الشخص، وهذا ما نعول على هذه القمة. هي لحظة
كاشفة ومكاشفة لكل الأخطاء السابقة عندما احتسب العراق على هذه الدولة دون الدول الأخرى، ثم احتسب العراق على دولة أخرى دون الدول الأخرى، بالتالي ماذا حصل؟ ماذا وصل العراق؟ مناكفات، سجالات، تسقيطات بين القوى السياسية. نحن الآن ينبغي علينا أن لا ننظر إلى الخلف وننظر إلى الخلافات بين الدول. طيب. وبالتالي نكون نحن الضحية. من هو الضحية؟ المواطن. أنا طيب. وأنت والمشاهد الكريم، أنا أعتقد هذه القمة هي تغيير المسارات الخاطئة طيب. نحو مسارات صحيحة.